موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. أصحمة الذي وفد عليه جعفر ابن أبي طالب، وهو الذي نزل فيه قول الله وفي أصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول: ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى عند موته، لمها بعدما تفرق، لما تفرق بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضعف، ما وهى يعني ما ضعف، فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام، فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام، وأطد جزيرة العرب ومهدها، أطد يعني وطد، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق وما خالفها من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق، فقام في الأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله رضي الله عنه. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس،
وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط أو المحيط الأطلسي، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين. وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان، خراسان لإيران، والأهواز جزء من إيران حاليا، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، الترك دول في أوسط آسيا، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. من معجزات النبوة هذا الحديث، لأن امتداد ملك الأمة في الشرق والغرب أكثر من امتدادها في الشمال والجنوب. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلهم من قريش. ورواه البخاري. الذي يظهر أنهم الاثنى عشر خليفة المتتابعون، وفي رواية المسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز ابن مالك، وذكر معه أحاديث أخرى. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلة. ابن كثير يحملهم على 12 متفرقين، والقول الثاني أنظر إلى مجموع الأمة، القول الثاني الذي ذكرناه أنه أنظر إلى أن مجموع الأمة في عز وغلبة وأمر الأمة قائما مع وجود يعني إلى 12 خليفة. قال: وليسوا هم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا. وقد وجد
وقد ولد منهم أربعة على الولاء، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ثم كانت بعدهم فترة ثم ولد منهم من شاء الله. كان ينبغي أن يعد فيهم الحسن بن علي رضي الله عنه تكملة الخلفاء الراشدين، ثم أعد الملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، ثم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. قال: ثم قد يولد منهم من بقي في وقت يعلمه الله تعالى، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. الحديث ورد ليس في الكنية، وإنما يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد بن عبد الله. يملأ الأرض عدلا وقسطا، الظاهر أنها أرض الإسلام، أرض المسلمين، وأما الأرض كلها فتكون في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. حديث حسن صححه حسنه الترمذي. و30 سنة تكملتها بعد موت علي رضي الله عنه ب6 أشهر خلافة الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين، وكانوا 13 عاما، يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون، لا يؤمرون بالقتال، ليست كلها سرا، وإنما قصد بالنسبة للاستعلان الذي حدث بعد ذلك بعد فتح المدينة بالقرآن، وإنما كانت الفترة التي فيها الدعوة في السر 3 سنين. قال: لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة، فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغبروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا، أن سنظل كذا أبد الدهر، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيهم حديدة، ليس فيهم سلاح لانتشار الأمن. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان.
يقصد بعد حروب الردة، وإلا في حروب الردة كان قد عاد الخوف مرة أخرى، ولم يكن يسجد في الأرض كلها إلا في 3 مساجد: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، ومسجد بني عبد القيس بالبحرين. وصار الناس من آمن منهم يستسر بدينه إلى أن أظهر الله المسلمين على المرتدين فعاد الأمن. قال: حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، أي من الفتن، فأدخل عليهم الخوف، فاتخذوا الحرز والشرط وغيروا فغير بهم. يعني بعد مقتل علي رضي الله عنه اتخذوا الحرز، الحواجز والشرط، الشرطة الذين يمنعون الناس من الوصول إلى الأمراء. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. مملكة من الممالك التي بين العرب وبين الفرس على حدود العراق في ذلك الزمن. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة، من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، في غير حماية أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، حديث رواه البخاري في صحيح. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. يقال قد وقعت في زمن عمر بن عبد العزيز. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. وهزه الرفعة للدين، لكن هي مكتوبة والرفعة والدين. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. رواه البيهقي والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي
رجال أحمد رجال الصحيح. تنبيه على شرط الإخلاص في العمل للدين، وأن الثناء والرفعة وعلو الشأن في الأمم مرتبط بالإخلاص والعمل للآخرة. وقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال بين أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا وحدوا إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أخرجه في الصحيحين. وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم الله تأييدا عظيما وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. يعني هذه الطائفة ظاهرة ظهور الحجة والبيان على الدوام في أي مكان، وجزء منهم طائفة منهم تكون ظاهرة ظهور القوة والسنان، كما في رواية مسلم حديث معاوية لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، فسوف يخذلهم كثيرون ويتركونهم، ومن وأكثر من يخالفهم ويعارضهم. فليوطن المسلم من أهل السنة نفسه على أن يعمل وإن خذله الناس وإن تركوه وإن لم يعملوا، فضلا أن يخالفوه يعمل وإن خالفه الناس، بل هذا من المبشرات إذا كان متمسكا بالحق وخذله من خذله وخالفه من خالفه. وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية حتى يقاتل الدجال، وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. هذا يدل على أن الظهور والخلافة ظهور الأمة والخلافة ستكون قبل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.